أهلا وسهلا بكم في الحلقة الأولى من سلسلة حلقات ديكور مع ولا. هذه السلسلة راح تتناول عدة مواضيع تخص الديكور والتنسيق الداخلي وأكثر المواضيع اللي دائما تنطرح علي وتحبون أشرحها لكم. أول موضوع راح نتكلم عنه اليوم هو كيفية اختيار الطاولة الوسطية في غرف المعيشة. مثل ما نعرف انه قطعة الاثاث هذه تكون من ضمن القطع اللي لازم تكون موجودة بالغرفة، عندنا عوامل اثنين راح تحدد لنا شلون نختار هيك قطعة وشنو القياسات وشنو بقية التفاصيل اللي راح تساعدنا بوضع قطعة صح داخل المكان. عندنا عوامل اثنين تحدد هذا الموضوع، العامل الاول هي المساحة والعامل الثاني هي الماتيريال او مادة المصنع منها طاولة الوسطية. اذا راح نبتدي نتكلم عن المساحة، اكو بعض القواعد اللي يجب ان تتبعوها حتى توصلون للاختيار الصائب. اولا، على الرغم من اختلاف الاشكال والديزاينات للطاولة الوسطية، لكن اكو بعض القواعد المهمة واللي هي المسافة اللي تكون ما بين القنفة الى الطاولة الوسطية لا تقل عن 60 سنتيمتر. يعني نبدي من 60 سنتيمتر فما فوق اكيد حسب مساحة الغرفة. نجي للارتفاع، هواية تجيني اسئلة انه شون اعرف الارتفاع المناسب واحدده واضمنه من ضمن الاثاث اللي عندي. طبعا لازم الارتفاع للطاولة الوسطية، يعني السطح مالتها، يكون بمستوى المقعد، اما بمستوى او اقل من عنده تقريبا 5 الى 3 سنتيمتر. طبعا يفضل قبل تشترون الطاولة الوسطية لازم تكون الاثاث، قطع الاثاث موجودة بالمحيط حتى تسهل عليكم اختيار هذه الطاولة. اذا كان قدامها خلينا نقول ميز مع التلفزيون، فلازم تكون المساحة بينه وبين ميز التلفزيون من 80 سنتيمتر فما فوق. اما اذا نجي للماتيريال او مادة الصنع، شلون ممكن نختارها؟ هالشي جدا سهل، يا اما تقدرون تختاروها بالضبط نفس الاخشاب اللي موجودة بالغرفة، ممكن انه تكون مطعمة بمعدن، بخشب، بأي مادة ثانية، لكن لازم يكون اكو تناسق ما بين الاخشاب حتى لو جزء بسيط. مثل ما تشوفون هنا هذا الجزء هو متناسق بشكل كامل ويا ميزة التلفزيون واكو تطعيم بالستيل. طبعا للمساحات الصغيرة يفضل انه يكون من ضمن طاولة الوسطية اكو مساحة خزن، ممكن هذا الديزاين اللي انتو تشوفوه تنضاف الى بوكسات لجوا حتى نقدر نتحكم صح في المساحة. الطاولات المعدنية اللي يكون وجهها زجاج او مرايا تكون من ضمن الخيارات الصح للمساحات الصغيرة. شكرا لكم على المتابعة، ان شاء الله يكون عجبكم الموضوع. اذا حبيتوا الموضوع تقدرون تسوون لايك وسبسكرايب على القناة وشير اذا شفتوا بي استفادة. مع السلامة بحلقات جاية.